شوف لينا من هذا الحال اللي حنا فيه، لحقاش الوزاره ما باقاش بدل معنا الحل، حنا ولادنا ضايعين، حنا ولادنا عرضه للتشرد، ولكن كون كان ولد الوزير ولا ولد هذاك اللي ولد وزير التعليم ولده تيقرا في العموم راه ماشي يدير هكا، هو ولده راه تيقرا في الهاي سكول وسويسرا، والدراري ولاد الشعب ضايعين، هذا الشيء راه ماشي معقول، ديروا معنا حل، علاش تقلب على الدوله كتقلب على الاجرام، بينا نديروا شي شغب اللي خايب ونوضوا الدراري ونوضوا الصداع، ونمشيو حتى حنا مدارس خصوصيه ونوضوا الفوضى، يقرا كلشي ما يقراش كلشي، هادشي راه ماشي معقول، راه كلشي متضرر، راه حنا متضررين الاباء، الدراري متضرر، اش من درس؟ اش من درس؟ كلشي كيدور، حنا ما فرحة وما مفرحة، اش ما يقرا التلميذ دابا يوريني دابا إلا دخل وقال لي عندك امتحان اش قرا؟ اش امتحانات؟ اش نديرو صامة بيضاء نضيعو التلامذ؟ هادشي راه ماشي معقول، اللي عنده فلوس غيمشي للبريفي، اللي ما عندوش شنو يدير؟ أصلا كورونا الناس خرجوا ولادهم من البريفي في كورونا. ومنين بيجيهم دابا راه الناس ضايعه راه الشعب ساكت سكت على الزياده سكت على السكر سكت على الماء سكت على الضو سكت على كل شيء ومازال غاديين في الزياده 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 الا التعليم ستوب ولادنا لا الوالدين راه وليداتنا ضايعين وبزاف راه خسرنا فلوساتنا وتقهرنا وخارجين نخدموا على وليداتنا في الزناقي ومشردينهم لينا كنمشيو نخدموا كنصيبوا وليداتنا كنصيفطوهم للمدرسه كنرجعوا كنصيبهم فم الباب ولا في الزناقي ولا شاده مسكينه خبيز مع الجيران وواحد كتاكل فيه ما صارتناش حنا كاينين في الدار بغينا وليداتنا يقراو ماشي وليداتهم هما تيقراو ومهنين حنا ما كاين الصبنا واش نقابلوا وليداتنا ولا نقابلوا رجالنا مراد ولا نقابلونا حنا صحتنا واه اش غنديروا راه شردونا وبغي يشردونا وليداتنا وليداتهم تيقراو وليداتنا ضايعين احشومه راه تنطلبوا من الوزاره ومن جلاله الملك ينظر في المسكين وينظر في هاد المساكين كاملين اللي جايين هنايا باش هما عندهم الفلوس يدوا وليداتهم يقراو بطوموبيلاتهم بشكايرهم بماكلتهم داير 50 درهم و100 درهم في الشكاره غير تاع الماكله وحنا 50 درهم و100 درهم تدوز لينا الشهر كامل وما لقيناهاش راه حشومه راه حشومه كنطلبوا من جلاله الملك يشوف فينا ويرحم لينا في وليداتنا حنا خويا اليوم جينا باش نهضروا على وليداتنا هادشي راه ضرنا بزاف وضروا وليداتنا راه دابا هما مشردين في الزناقي اشنا هي واحد النهار ولا يومين اللي هو كيقراو راه والو الناس هما قاريين وحنايا دابا راه وليداتنا مشردين في الزناقي هادشي راه عيب وعار هاد الوزاره هادي اللي دايره فينا هاد الحاله هادي راه حشومه عليهم راه خصهم ينظروا من جهه هاد الاساتذه باش هاد الاساتذه هادو ينظروا من جهه وليداتنا حنا هادشي راه عيب كناشدوا جلاله الملك الله ينصرو انه يشوف هاد الحاله هادي اللي ولاو فيها حنا وليداتنا هادشي راه عيب راه جيل جيل اللي هو اللي طالع اللي هو غينمي البلاد اللي هو دمروا ليه مستقبله دابا دابا هاد الدراري هادو دابا اشنو غادي يديروا ويمشي لهم العام هكا راه عيب 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 والله الا حرام عليهم نسال الله سبحانه وتعالى يدي لنا طويله الخير يومين يومين وما وفيها ساعات متقطعه فواحد الساعه فوسط الحصه كيديروا فيها هما الاضرابات راه عيب عليهم انا ما قارين والو ما شدوا والو والدراري شو لو ما بقاو دابا يهزوا كتاب ما بغاو يقراو ولا قال لك بغاو غير الزنقه كاع راه حشومه راه حشومه هادشي هاد الدراري هادو اللي كنشوفهم دابا مشردين في الزناقي وكيقول لك بانه بيحاربوا الاميه في الناس الكبار احنا دابا هما بداو كيضيعوا بلا الملك الصغير الدراري الصغار اللي ولاو كيضيعوا راه عيب عيب وحنا زعما راه بلد ديمقراطي راه ما داروا معنا والو هما دابا راه هما اللي ولاو هما خلاو الوليدات ما بقى عندهم رغبه في القرايه مادام الدري كيجلس كيقرا نهار وكيجلس الغد ليه وجلس الغد ليه وجلس الغد ليه وجلس 3 ايام ولا 4 ايام اش باقي ما يقراش باقي من الكتاب بيهز ولينا حنا كنلتجؤوا ان وليداتنا حنا خصنا نديروهم السوايع باش ما يضيعوش حنا ولينا وليداتنا دخلناهم للسوايع باش ما يضيعوش وهما
زايدين فيه، راه عيب عليهم. هذا الشيء راه ماشي، هذا الشيء راه حشومه. نسالوا الله سبحانه وتعالى يدير لنا تاويز الخير، وكنناشدوا جلاله الملك ونعاودوا نناشدوا جلاله الملك، هو اللي غادي يدير لنا حل لهاد الناس هادو. هاد الناس هادو راه ظلمونا والله الا ظلمونا وظلموا هاد الاساتذه. السلام عليكم. عافاك من الوزاره، الا حنا ما قريناش راه الشعب كامل ما يقراش. حتى حنا خاصنا نقراو كما ولاد الخصوصي تيقراو، حتى حنا خاصنا نقراو. علاش هما يقراو في المدارس ويعمروا وقتهم بالعلم وما يفيد، وحنايا نمشيو نشردوا في الشوارع وما نقراوش؟ هادشي راه ماشي عادل اللي تيديروا لينا. خاصنا نقراو، حنا راه دروك كنقراو في الاولى اعدادي وخاصنا نقراو. دروك جينا للمدرسه وقالنا الاساتذه ما كاينينش، خرجنا والاساتذه كلشي محتاج وكلشي داير اضراب، وحنا الدفتر الدروس ما كاتبينهمش، والامتحانات حتى حاجه ما حتى حاجه ما شجره فيهم، حيت الدروس حتى وحده ما كاتبينهم. ودروك كنطلبوا بعض الحقوق ديالنا باننا ماشي ولا التعليم الخصوصي يقراو، وحنايا التعليم الخصوصي يقراو، وحنايا التعليم العمومي ما نقراوش. هادشي حشومه. السلام عليكم ورحمه الله، يجازيكم بخير. كنطلبوا بولادنا، راه وقفلنا ولادنا من القرايه، مازال هادي ماشي. كنطلبوا بالحكومه تتدخل في هذا الموضوع هذا، لان الابناء كلهم والاطفال كلهم ضاعوا، الحقوق ديال الاطفال كلهم ضاعوا. اشنو بالك زعما انتم اللي عنده الفلوس يقري ولادو، اللي ما عندوش ما يقريهمش؟ لا يعقل هذا الشيء. كنطالبوا كاع بالحكومه، كنطالبوا بسيدنا يتدخل في هذا الامر هذا. معكم ام من امهات مدرسه ابي هريره. حنا درنا هذه الوقفه مع الامهات كاملين باش نوصلوا الصوت ديالنا، ان وليداتنا راه ضاعوا لينا، راه ما بقاو عارفين حتى شي حاجه. الله يجازيك بخير سعاده الوزير، من عطيتي القرار ديالك ولا حطيتي هذاك المنظوم اللي كتقول عليه انت، الله يجازيك بخير. دير بحساب الوليدات، وليدات الفقراء بالاخص، راه ما عندهمش فين يمشيو من غير المدرسه العموميه. راه حنا ما استطعتناش، الا كانت غتكون سنه بيضاء راه غادي تكون على العموم. واش وليدات البريفي تيقراو ولاد المخزن ضايعين؟ راه ما يمكنش، راه ولد الفقير راه ضاع بزاف. الله يجازيك بخير، جلس طابله الحوار وتحاور مع الاساتذه باش هما يعطيو حق لوليداتنا، لانه راه حنا ضعنا وما بغيناش وليداتنا حتى هما يزيدوا يضيعوا. حنا كنقراو كنقريو وهما كنخليو ما ندرو عليهم باش هما يضمنوا مستقبلهم، وفي الاخير جات القرارات حفظوا لينا. الله يجازيك بخير، دير حل. وليداتنا راه ما بقاو شادين والو، راه جمله مفيده ما بقاش قادر يعطيها لك باش يفرق ما بين الجمله الفعليه والجمله الاسميه، ما بقاش قادر يفرقها. راه حتى الاسم ما بين الاسم والحرف والفعل ما بقاش قادر يفرقوا التلميذ. راه لا اله الا الله، راه وليداتنا ضاعوا. الله يجازيكم بخير، ديروا حل، ديروا حل لوليداتنا. حنا باقي كنخلصوا في الضريبه ديال كورونا ونزيدوا نكملوا بهاد الاضرابات اللي كاينين. راه اكرهت بزاف كاين في التعليم العمومي وزدتوا كملتوا بهذا الخطاب ولا هذا اللي حطيتوا لينا. الله يجازيكم بخير، ديروا حل، ديروا حل لوليدات الشعب. راه وليدات الشعب ضاعوا بزاف، ماشي شويه. هذا ما كان اخويا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.